ترقيرات. تفضلوا. الكليب الاخير للفنان التونسي نجم ستاراك نادر قيرات. نادر الموجود معنا في الكواليس باش يحكي لنا اكيد على جديد وعلى اعماله. نستقبلوه بتحيه قويه برشا برشا برشا. يلا 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 يا شباب
يلا يلا بغني يا شباب. عسامة نادر مرحبا بيك. عسامة بيك أكثر عيشك. نادر أنت أول تونسي تحصل على اللقب ذي في وقت اللي نحن في وقت من الأوقات أيسنا وبرشا ناس قالوا أنه المشرفين على البرنامج هذا عندهم مشكلة مع الفنانين المغاربة بالذات، لاحظت هذا ولا؟ هي لاحظت أكيد، هو خطر ديجا جاءوا برشا معناها أصوات بهين من المغرب العربي وخاصة من تونس وما خذوش معناها اللقب هذا، الحمد لله خذيت تونس معنا في الاخر الحمد لله. الحمد لله بعد 5 مواسم فما اسم تونسي رفع الرايه التونسيه وكان هو صاحب اللقب، لكن بصراحه كنت انتظر هذا خاطر برشا ناس قالوا مش معناها نادر ما يستحقش وانما كانوا اداره البرنامج اختارت انها تحط تونسي رفعا الالتباسات، مش ما يقولوش ليه والله هاكا ضد التوانسه ولا ضد المغاربه عموما. ولا بصراحة وقت عملت الكاستينج من الأول ديجا قلت صعيب معناتها قبل خاطر ديجا غني غربي أكثر، ولا خاطر غني أكثر غربي، دونك ديجا أول برايم كنت خايف نطلع نوميني ديجا، دونك الحمد لله بعد معناها كنت عندي ثقة في روحي وحسيت معناها فما اهتمام من اللجنة ولاو معناها يقيموني على الغربي. دونك وصلت للفينال وفي الفينال قلت مو صعيب، قلت تقبل صعيب نربح معايا محمد قويدر ومعايا سعد رمضان صوت محلوه، الحمد لله في الاخر تصويت الجمهور جا معايا ولا وربحت في الاخر والحمد لله. احنا كان في البلاتو معنا برشا مشاركين في البرامج هذيا حكاوا على تجربتهم في الاكاديميه عموما وتجربتهم بعد الاكاديميه، بالنسبه لك انت كمتوج شنو ربما الاضافات او الحاجات الزايدين مقارنه بواحد مثلا يكون في المرتبه الثانيه او المرتبه الثالثه، شنو معناها وقت اللي واحد يربح شنو الامتيازات اللي يحصل عليها مقارنه بالمشاركين الاخرين؟ نادر أنا توقعت وقت ربحت باش نعمل ألبوم من إنتاج سار سيستم من بعد ما عملوا شيء سخت العقد في بالي بيك لا مازلت ما إن شاء الله إن شاء الله قريب خد دجال الكليب اللي تفرجت عليه تو من إنتاجي معنا إنتاج الوالد دونك سار سيستم عمل شيء معايا سار سيستم أوكي إدارة أعمال وما عمل شيء بصراحة معنا ان شاء الله هاكا شادي عارفه يبقى لك فسخ العقد عليه اخويا عندك شركه انتاج نجم تتبنى فنانين تتلهى به انت الميكرو عايشك كي هما ما وقفوش معاه وقال لك الوالد وقف معاه وكذا يفسخ العقد على روحك ماك هاو اذي نصيحه عمل شادلي قبل ما نواصلوا حديثنا ربما على المسرحيه وعلى اعمالك الجديده نادر شنو تنجم تسمعنا؟ اوكي نسمعكم غنيه عاش حبوب شعبان يمكن ام يورز نتاع جيز مراز اوكي نسمعكم Well, you dumped on me and you fed up belted. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the coup don't run out, I'd be giving me my bestest. Nothing's gonna stop me but dove intervention. I reckon it's again my turn. But to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you find love, 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 love. Listen to the music of the modern people dance and sing. We just want big family. And it's a God who sent you right to be love, 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 love. So I want exalted no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. I'll die. It's sure this is our fate. I'm your horse. Nadir. Merci.